طيب امبارح منظمه الصحه العالميه اعلنت مرض جدري القرود حاله طوارئ صحيه عالميه. يعني ايه حاله طوارئ صحيه عالميه؟ ده لما بيحصل حدث استثنائي بشكل خطر على الصحه العامه للناس، ده ساعتها بنقول عليه حاله طوارئ. وده بعد انتشار جدري القرود في 70 دوله، وقالت ان الدول دي سجلت 16,000 حاله اصابه. 16,000 حاله دي كتير جدا، ومش بس كده، خمس الحالات دي توفيت نتيجه تفشي المرض. خلونا نعرف اخبار اكتر ونعرف تفاصيل اكتر عن هذا المرض من الدكتور محمود الافندي، استاذ علم الاحياء الدقيقه بالاكاديميه الروسيه بموسكو، اللي معانا دلوقتي عبر الزوم. صباح الخير على حضرتك. صباح الورد، صباح الورد، اهلا بحضرتك. يعني حابين حضرتك تفهمنا اكتر يعني ايه منظمه الصحه العالميه بتعلن مرض جدري القرود حاله طوارئ صحيه عالميه؟ هل ده بيعادل كورونا مثلا ولا لا؟ أول شيء صباح الخير لكم الأخوة المشاهدين. طبعا منظمة الصحة الدولية أصبحت الفترة الأخيرة بتعمل دائما زي ما يقولوا انشورنس، يعني بعد جائحة الكورونا بقت أي جرثومة أو أي فيروس بيجتاح بيمرض في البشرية بقت تعلنه ك يعني بتستبق الأحداث، تعلنه حتى تسيل من نفسها ما يسمى المشكلة اللي حصلت من قبل لما تأخروا بإعلان الكورونا. فهي يعني بتتقدم لقدام شويه، بتقول يمكن يحصل مشاكل، يمكن يحصل عدوى مباشره، انتشار. عشان كده دلوقتي كل فتره وفتره منظمه الصحه العالميه بتحذر، بس بالنسبه لجدري القرود بتحذر اكثر عشان انتشاره. انتشاره كثير الفتره اللي فاتت، يعني فصار فيه نوع من الانتشار. 70 دوله كانوا 16,000 حاله. هذا بيؤدي فعليا انه دقوا جرس الخطر، انه يمكن لازم الاحتياطات، ولازم نبدا بما يسمى الامور المرتبه على كل دوله عشان توقف او تراقب المرض ده عشان توقفه ما ينتشرش اكثر. بس عشان ما نتلخبطش، يعني في جدري القرود، في الجدري الاسود اللي كان من زمان اللي نعرفه كله، هو اللي مرض فيه الانسان، اسمه الجدري الاسود. ده بيشكل حاله وفاه حوالي 30-40%. بنفس الوقت ده غير الجدري القرود. جدري القرود ده بيصيب كل سنه، كان بيصيب بافريقيا، يعني كان دائما في حوالي 1000-2000 اصابه افريقيا، ولكن ما بتنتقل كانت لاوروبا. الفتره الاخيره انتقلت لاوروبا. دلوقتي الحاله دي بتنتقل فقط عن طريق تبادل السوائل البيولوجيه، يعني عن طريق الكونكت المباشر جدا، يعني لازم تكون عايش مع الشخص ده، تاكل من اكله، تستخدم ادوات المطبخ، عشان كده بيصير النقل. ولكن الخطر اللي دقته الصحه الدوليه احتمال يتطور الفيروس، يعني كان تطوره يمكن يؤدي لانتقاله عن طريق الهواء. يمكن بالفتره القادمه. عشان كده يعني عملت يعني نوع من انواع الحذر، لازم نقضي يعني عليه دلوقتي. دكتور هو اجراء استباقي ليس الا، لكن حتى الان الحمد لله الدول العربيه كلها، خلينا نطمر برضو على دولنا العربيه تحديدا، في منأى او بعيدا عن هذا الوباء. الا لو تحور الفيروس. طبعا يعني في خطر. ازاي؟ يعني في خطر انه يجي واحد من اوروبا اي سائح مع الجدري ده، لانه الجدري ده فيه اعراض بتكون خفيفه، ما يشعرش الانسان انه مريض. يجي مثلا لمصر سائح، يعدي حد من بالفندق او ما يصيرش يعني من ضمن ادوات المطبخ، يعني المعلقه، الشوكه، الصحن، ما يصيرش كويس، يعني يمكن ينتقل دلوقتي الى دولنا عن طريق السياحه فقط، وليس عن طريق يعني عن طريق الاشخاص. فيمكن ينتقل لشخص معين، ولكن مباشره اذا اخذنا احتياطاتنا بامكاننا مباشره التعقيم، الفحوصات المبكره، يعني دلوقتي في فحوص مبكره جدري القرود موجود. يعني استخدامه للسياح، يعني نعمل انواع الكارانتين على السياح اللي جايين من برا، عشان كده ممكن نبقى في امان. طيب دكتور، هل اللمس المباشر لو حد في بدايه الـ يعني عنده الفيروس ده في بدايته مش باين عليه وبيسلم على حد، اللمس المباشر ده ممكن ينقل العدوى؟ لا، ما ينقلش السلام، ما ينقلش، يعني عايز حاجه غير مباشره، يعني يسلم، يكون ما يكون مثلا زي انه والله هو مسح تمه وسلم عليك، انت اخذت مسح تمه الاخر، يعني عايز سوائل بيولوجيه، يعني اللعاب، اي حاجه عايزه يعني احتكاك مباشر جدا. فالسلام شيء عادي جدا، يعني اذا بس سلم وبعد خمس بعد ثواني مشمت ايده خلاص مفيش، يعني من الافضل انه يطلع اي يسلم يغسل ايده، هي حاجه عاديه، ولكن السلام، الكلام ده ما يعديش، يعدي فقط الالتباط المباشر. بنفس الوقت يعني نحن بنقول انه كمان برجع بعيد، انه الفيروس بتطور، هي مميزات الفيروس، تطور الفيروس يمكن يؤدي الى نقله عن طريق الهواء
او عن طريق الكوميونتي غير مباشر. نعم اتضح اتضح يعني اتضحت الرؤيه يعني في الجزء ده يا دكتور، لكن عندي سؤال. اللي احنا عارفينه فضل. ان حتى هذه اللحظه لم يتم اكتشاف للقاح خاص بجدري القرود تحديدا، ايه هي الاجراءات الاحترازيه للوقايه منه؟ هل هي نفس الاجراءات المتبعه للوقايه من فيروس كورونا ام تختلف الاجراءات؟ شوف صديقي، جدري القرود نفسه الجدري الاسود نفس العينه، يعني بيعمل يعني اللقاح الموجود، يعني كل انسان مواليده من 1980 وتحت ده ما بصيبش جدري القرود عشان ملقح بمرض الجدري. يعني اللقاح ضد مرض الجدري كان هو جدري البقاء، نحن حطيناه في اللقاح بكميات خفيفه اعطى مناعه مرض الجدري او عائله الجدري بشكل كامل. فاللي عنده فوق ال 80 يعني مواليده 81 ما تلقحش من صغره يمكن يصبح خطر، ولكن اللقاحات موجوده يعني دائما باي وقت تكون موجوده في كل الدول موجوده اللقاحات. فجدري القرود موجود يعني ما فيش يعني كل موجود، ولقاح تاع الجدري الاصلي اللي هو كما قلت جدري البقاء اللي عملوه وقتها بالثمانينات وتلقحوا كل البشريه تقريبا على الكره الارضيه في هذا الوقت. فاللي عنده مواليده بال 80 وتحت يعني من 80 79 79 كله تلقح، فمعلش خطر، خطر دلوقتي على المواليد بعد ال 80. يعني بعد ال 80 مباشره اذا واحد عنده كونكت مباشر او حصل كونكت عن طريق ما يسمى الحظر الصحي او حظر الصحي الجزئي بنسميه، مباشره يجي ياخذ لقاح ومباشره يصير عنده ما يسمى الوقايه من هذا المرض. يعني هذا المرض له لقاح موجود حتى الان بياثر عليه تاثير بنسبه 95 ل 96%. يعني ما فيش حاجه تدور لقاح جديد، هذا بيختلف على الكورونا. كورونا نحن عملنا لقاح جديد عشان كورونا. اتفضل. طب هل في عرق مثلا، لان احنا شايفين على الصور دلوقتي اطفال يمكن من اصول افريقيه، هل في عرق مثلا بيعرض بالاصابه اكثر من عرق اخر؟ لا ابدا، بالنسبه لجدري القرود لا ابدا، فيش الحاجات دي، بيصيب كل العروق البشريه، ولكن افريقيا بسبب دائما هي الجدري بيكون على الحيوانات اكثر شيء، بينتقل من القرود للقوارض للحيوانات. افريقيا دائما بتصاب نيجيريا بتاكل حيوانات البريه، فعن طريق ارتباط الحيوانات البريه. فكل سنه قلت لك جدري القرود ده مش مرض جديد، ده قديم، يعني كل سنه في نيجيريا تسجل من 1000 ل 2000 حاله تقريبا في السنه، فما انتقلش اوروبا، الغريب انتقال اوروبا، فما فيش عرق، يعني بيصيب كل العروق الجدري زي الحصبه، يعني الحصبه بتاعتك هي جدري نفس الحاجه ولكن خفيف، الحصبه الاطفال، وكذلك الجدري الاسود، يعني فينا نقول لكن اللي بيميز الجدري القرود انه نسبه الوفيات قليله جدا، يعني مش زي الجدري الاسود، يعني نسبه الوفيات في جدري القرود ما تتجاوز ال 5%. ماشي؟ ف وحتى ما بيعلمش على الجسم، يعني الجدري لما اثناء الاصابه بيعلم على الجسم، حتى لو انسان يعني مثل اقول عفي من المرض وكل حاجه تمام، بياثر في بيحفر وشه، بيحفر جسمه نتيجه اصابته بالحبوب او الحساسيه اللي حصلت عنده. ولكن جدري القرود ما بصير من حدث، ما في حالات وفاه، قليله جدا وفاه في هذا الموضوع، يعني بنيجيريا كانت نسبه الوفاه حوالي 3 4%، في وسط افريقيا كانت حوالي 6%، يعني مش زي الجدري الاسود اللي هو حوالي 30 40% كانت الوفاه. نعم. يعني بنشكر حضرتك الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية بموسكو على التوضيح الكبير ده لطبعا فيروس جدري القرود اللي العالم كله دلوقتي مشغول بيه. وأهم حاجة في هذه المداخلة فكرة أن الحمد لله المنطقة العربية والإسلامية بألف خير وفي مأمن من هذا الوباء.